السلام عليكم. اليوم نروح إلى منطقة الأعمال بباب الزوار اللي نقف على الأشغال داخل المقر الجديد للخطوط الجوية الجزائرية ونشوف لنا ديكور رائع. راها يعني الأشغال تقريبا النهاية، يعني الأعمال من برا انتهت والآن نشوف عندنا نظرة لأول مرة نشوف يعني الديكور الداخل يعني الديزاين دانتيريور في المقر الجديد هذا للخطوط الجوية الجزائرية، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون اليد العاملة والعمال ولو سيرفيس بيبليك والخدمة يعني العمومية تكون عند حسن ظن المواطن الجزائري، وتعال نعطيه له ما يستاهل هذا الشعب هذايا. لازم نقوموا يعني علاش؟ لأن الهدف من كل هذه الاستثمارات في الهياكل القاعدية وفي المنشآت وكذا كذا، الهدف هو الإنسان، هو الإنسان الجزائري بالخصوص. إذن إن شاء الله تكون الخدمة في الموعد، والسلام عليكم.